من الملفات المصرية الهامة التي لا تزال مفتوحة ولا تزال مثار جدل كبير جدا على الساحة المصرية والأفريقية هو ملف حوض النيل، ملف سد النهضة، ملف الأمان المائي لمصر. بعد مرور سنة على 30/6، إيه اللي اختلف في توجهات الخارجية المصرية ووزارة الري المصرية؟ إيه اللي اختلف في أداء الحكومة تجاه هذا الملف الهام اللي هو بيعتبر فعلا أمان استراتيجي لمصر، يعني أمان مصر المائي؟ هنتعرف على أهم المستجدات في ملف سد النهضة وملف الحوض النيل مع الأستاذة آية أمان، مسؤولة ملف المياه وأفريقيا بجريدة الشروق. نهارك أهلا سعيدة أستاذة آية. أهلا بكم. أول سؤال الحقيقة أحب أسأله، بعد مرور سنة تقريبا يعني 10 أشهر هو على 30/6، إيه اللي اختلف في توجهات الحكومة وإيه اللي اختلف في الطريقة اللي بيدار بيها هذا الملف؟ يعني هو حقيقة الموقف المصري ثابت منذ بداية أزمة حوض النيل، ما قبل سد النهضة وما بعد سد النهضة، وهو أن مصر ليست ضد أي مشروعات للتنمية في أي من دول حوض النيل أو في أفريقيا بشكل عام، ولكن دون التأثير على مصر أو دون إلحاق ضرر بأي دولة من دول المصب زي مصر والسودان، أو يعني عدم التوافق مع بنود واتفاقيات القانون الدولي التي تحرم بناء أي منشأ مائي على نهر النيل دون الرجوع لمبادئ القانون الدولي والتي تتمثل في عدم الضرر وتحقيق المنفعة المشتركة في نفس الوقت. مصر بتتفاوض منذ بداية الأزمة بناء على هذه المبادئ اللي حددتها الأمم المتحدة ويقرها البنك الدولي وجميع المؤسسات والهيئات الإقليمية المهتمة بشؤون المياه. يعني ما نقدرش نوصف الموقف المصري انه في اي تغير، لكن هو في جهود دبلوماسية مكثفة جدا في الفترة الأخيرة منذ فشل المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان حول يعني مناقشة كيفية تفعيل تقرير اللجنة الثلاثية في محاولة تقليل المخاطر اللي ممكن اللي هي لجنة الخبراء. لجنة الخبراء دي كانت لجنة تشكلت من خبراء دوليين وأصدرت تقريرها في مايو 2013. 2013 ليه أعيد طرح هذا التقرير مرة أخرى دلوقتي بقوة؟ يعني هو يعني هذا التقرير تم أو يعني ظهر بعد عمل للجنة لمدة عام زارت خلالها موقع السد ودرست جميع الدراسات والتقارير الإثيوبية اللي تم وضعها من قبل الحكومة الإثيوبية حول السد. والحقيقة كان في مخرجات للتقرير وتوصيات بتتكلم على يعني توصيف تأثير السد على دول المصب، وكانت هذه التوصيات جميعا تصب في المصلحة المصرية وتؤكد على المشاغل والشواغل المصرية في من السد والمخاوف المصرية من السد، وده يشكل اعتراف دولي أو وثيقة قانونية دولية ممكن مصر تستند عليها كورقة قوية للضغط أو للتفاوض مع إثيوبيا، خاصة وأنه هذا التقرير في كل ورقة منه موقع عليه من خبيرين إثيوبيين اللي هم أعضاء اللجنة. يعني هذه اللجنة كانت مشكلة من 10 أعضاء منهم 2 خبراء محليين من كل دولة، مصر والسودان وإثيوبيا. في كل ورقة من التقرير بتقر إثيوبيا على كل ما جاء في هذا التقرير، فبالتالي هو يمكن أن هو نستخدمه كورقة في التفاوض. لكن يعني فوجئنا انه كان معلن انه يتم تحديد جلسات للتفاوض ما بين الدول الثلاثه بين وزراء المياه، وهي بدات بالفعل في شهر 11 2013 واستمرت على مدار 3 جلسات حتى يناير، لكن الحقيقه فشلت هذه إيه المفاوضات. ايه اسباب فشلها بقى؟ بسبب يعني احنا سمعنا يعني برضو عن مشاكل حصلت بين وزراء الري في اثناء هذه الاجتماعات، ايه الاسباب؟ يعني هو السبب الأساسي هو تباعد وجهات النظر بين مصر وبين إثيوبيا، وإثيوبيا كانت يعني مصرة على موقفها بالضبط، وكان يعني السودان بتؤكد على موقفها أيضا، ويعني كان موقفها مماثل للموقف الإثيوبي. يعني السودان منحازة لموقف إثيوبيا. كانت إثيوبيا بتؤكد على ضرورة إنه مصر تعترف بداية بإنشاء السد والمشاركة فيه، وثم نرجع أي موضوعات للتفاوض بعد اعتراف مصر، لكن مصر يعني رفض الجانب المصري ان هو يعترف بهذا، واكد انه لازم ان احنا نحط ورقه او مبادئ للثقه
يمكن على أساسها بناء التفاوض، وكانت مصر مصرة على وجود خبراء دوليين في إنشاء أي آلية جديدة تتعلق بالنظر في كيفية بناء السد. كم في المية تم إنشاؤه فعليا في السد النهضة؟ وفقا للتصريحات الأثيوبية الأخيرة والتقارير التلفزيونية اللي صورت من موقع السد، تقريبا يعني 32% من الإنشاءات، الجزء الأساسي في الإنشاءات اللي هو الخاص بالخرسانة يعني تم تقريبا البدء فيه، تم يعني تجهيز الموقع والبدء في يعني في صب الخرسانة في جسم السد الرئيسي، بعد طبعا تحويل مجرى النهر كان هذه الخطوة اللي تمت في مايو 2013 من عام الفضل. حضرتك بتقولي لي كان في اكتر من جوله مباحثات، تقريبا في 3 جولات مباحثات حصلت في الفتره اللي فاتت فيما يخص سد النهضه. بعد فشل جولات المباحثات دي، ايه انت شايفه ايه التوجه الحكومي اللي حاصل دلوقتي؟ اختلفت ازاي السياسه الاستراتيجيه بالتعامل مع الملف ده؟ هو الحقيقة كان في عدد من السيناريوهات المصرية اللي تم وضعها في حالة فشل التفاوض الفني مع إثيوبيا، وكانت هذه السيناريوهات جميعا تتجه إلى الجانب الدبلوماسي والجهود الدبلوماسية، وبدأت بالفعل مصر في هذا الجانب الخاص بوقف التمويل، محاولات وقف تمويل السد، وبالفعل هناك مؤشرات قوية بتؤكد أنه نجاح السياسة المصرية أو الجهود الدبلوماسية المصرية بعد يعني تصريحات من المتحدث أو ممثل الاتحاد الأوروبي في مصر قبل زيارة كاترين أشتون، اللي أكد فيها أنه موقف الاتحاد الأوروبي ضد بناء سد النهضة في حالة عدم تقديم إثيوبيا لحلول واقعية لتقليل المخاطر على مصر أو السودان، وأنه الاتحاد الأوروبي لن يمول السد. وكذلك موقف روسيا، إلا أن يعني لا نستطيع الآن التأكيد على أنه حقيقة هل مصر نجحت أم لا، لأنه لا يزال لدى إثيوبيا كثير من منابع التمويل الأخرى. إيه هي بقى؟ ما أنا عايز أعرف دلوقتي، يعني في منابع تمويل كتير جدا تم وقفها في سد النهضة، منها الاتحاد الأوروبي، منها الصين، منها ألمانيا، منها أكتر من بلد. يعني في حال اللي هو الحكايات دي موقوفة، هما بيمولوا السد منين يا إيه؟ يعني في بداية طرح المشروع منذ أن أعلن عنه في عهد الرئيس الإثيوبي الراحل مالي الزناوي، تم عمل اكتتاب شعبي وطرح سندات شعبية لتمويل السد من التمويل المحلي. وكان في تبرعات كثيرة جدا من الإثيوبيين بالخارج، يعني الجاليات الإثيوبية في دول أمريكا والاتحاد الأوروبي وكذلك، لكن يعني التمويل اللي محتاجاه إثيوبيا للسد كبير جدا، فإلى الآن ما نقدرش نقول برضو التبرعات هتكون يعني جزء أساسي ممكن إثيوبيا تعتمد عليه. هل عندهم وسائل تمويل أخرى من يعني دول زي الصين؟ يعني بالظبط، في دول زي الصين، النرويج، الدنمارك، يعني دي من أكتر الدول حاليا يعني ممكن نقول ان هي يعني داعمة لإنشاء السد، وذلك لأسباب كثيرة، منها انه في استثمارات للصين كثيرة جدا في أفريقيا. يعني كذلك يعني الصين ما وقفتش تمويلها، الصين ما وقفتش دعمها حتى الآن، ما فيش أي تصريح رسمي من مسؤول صيني يؤكد ذلك. يعني هناك تقارير إعلامية تتحدث عن وقف الصين لتمويل السد، لكن يعني إذا تتبعنا أصل هذه يعني التصريحات أو التقارير ما فيش أي حاجة مؤكدة. طب أنت من متابعتك للملف ده بعمق، يعني شايفة اللي هو ورقة الضغط بتاعة التمويل اللي احنا نقفل يعني حنفية التمويل زي ما بيقولوا عن سد النهضة دي، ممكن تؤثر ولا التأثير القانوني الدولي اللي انت تبتدي تروحي المحافل الدولية المحكمة الدولية ده قد يكون مؤثر أكتر، أيهما؟ يعني كل هذه الوسائل قد تكون عامل ضغط على إثيوبيا. يعني هو أنا في تصوري مصر لن تستطيع وقف سد النهضة، وقف بنائه، لأنه الآن أصبح حقيقة واقعية على أرض الواقع، جزء منه على الأقل. لكن نحن الآن نتفاوض في تقليل مخاطر، نتفاوض في أن تكون مصر شريك وعضو أساسي في البناء، وأن تكون مصر مراقب لبناء السد ومراقب لتشغيل عملية التشغيل بعد ذلك. وإن كان يعني كان هناك تصريحات بعد لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره الإثيوبي في على هامش قمة القمة الإفريقية الأوروبية في بلجيكا منذ شهر، يعني هو يعني هذه التصريحات فهمت عن طريق الخطأ من الجانب الإثيوبي أن مصر عرضت المشاركة في السد وأن تكون شريك في عملية البناء.
ايه الحقيقه بقى؟ لكن هو هنا وزاره الخارجيه المصريه نفت واكدت ان هذه التصريحات يعني تم فهمها عن طريق الخطا، وان مصر موقف مصر هو ثابت كما هو معلن دائما، يعني مصر لن تشارك في بناء السد او تؤيد بناء السد الا في حاله نزول الجانب الاثيوبي عن موقفه المتعنت والموافقه على ورقه مبادئ الثقه التي اعلنتها مصر من قبل. كان في تصريح امبارح للسيد وزير الري في إحدى القنوات الخاصة، وعندما سئل عن ملف حوض النيل وملف سد النهضة قال لهم أنا أفضل تسألوا الخارجية، اسألوا الخارجية. دلوقتي الملف ده مين صاحبه؟ يعني الناس تكلم مين في هذا الملف؟ وهل الحكومة المصرية عاملة زي لجنة مشتركة بتدير هذا الموضوع، ولا الموضوع كده متساب لأمزجة شخصية ولا لا ايه؟ هو الحقيقة يعني وزير الري يقول اسألوا الخارجية، يبقى مين المسؤول المفروض؟ هو يعني أنا في تصوري كان موقف وزير الري يعني أساسه أنه حاليا الموقف لم يعد في يد الجهات الفنية، الموقف الآن سياسي وله علاقة بتحركات دبلوماسية أكثر منه موقف فني. دور وزير الري انتهى عند جلسات التفاوض الفنية التي فشلت جميعا في مع إثيوبيا. أنا في تصوري أن يعني دور وزارة الري الآن هو دور فني فقط، يمكن استشارتها في حالة أنه نريد مثلا نعرف هل تأثير السد على تدفق المية إلى مصر، تأثير السد على توليد الكهرباء بالسد العالي، تأثير السد على مثلا كميات المية اللي بتصل مصر وتأثيرها على الري داخل مصر. ازاي يعني؟ لكن يعني ملف حوض النيل يبقى وزارة الري مش مسؤولة عنه غير فنيا؟ هي وزارة جهة الري استشارية مسؤولة بس هندسية عن إزالة الإشغالات اللي على النيل؟ هو كل ده في نطاق يعني مهمها، لكن هي في الاول في الاخر هي جهه استشاريه فنيه بتستشار في حاله انه احنا محتاجين نعرف تاثير او تقييم مشروع معين في دول حوض النيل. لكن يعني هو مفروض ان في لجنه عليا لمياه النيل برئاسه رئيس الوزراء في مصر. ما مدى فعاليتها وجدواها؟ يعني هذا السؤال يسأل فيه الحكومة الحقيقة. لكن يعني أنا في تصوري الآن أنه حاليا الجهود الفعلية تقوم بها وزارة الخارجية، يعني سواء كان على المستوى الدبلوماسي أو التفاوض أو يعني محاولة التفاوض مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، يعني هذا الجهد تقوم فيه وزارة الخارجية بالدور أساسي. يعني يعني هي دلوقتي الكرة في ملعب من وجهة نظرك وزارة الخارجية، لكن أنا في تصوري أنه من المفترض أن يكون هناك هيئة استشارية عليا في مصر تدير ملف مياه النيل بالأساس، وأنه تفرق ده أمن قومي، ما هو ده مش أمن قومي. يعني تفرق الملف الآن في يد كل وزارة، يعني التعاون الدولي الآن يقوم بدور وزارات زي الزراعة والكهرباء، كل هذه الوزارات أعضاء في اللجنة العليا لمياه النيل، بحكم أنه في مشروعات زراعية مصر بتعملها في دول حوض النيل، في مشروعات تتعلق بنقل الخبرات أو التكنولوجيا في مجال الطاقة والكهرباء، وده مهم جدا دور وزارة الكهرباء، خاصة أنه كل احتياجات دول حوض النيل في الوقت الحالي هي احتياجات طاقة. يعني ومشروع سد النهضة بالأساس كان مشروع يتعلق بالطاقة، يعني لو كانت مصر قدمت بدائل فنية في إمكانيات توليد طاقة أو تحقيق تنمية في إثيوبيا ما كناش هنوصل بالتأكيد للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. هل في وسائل أكثر ابتكاراً ممكن معالجة بيها هذا الموضوع وما بتتعملش؟ يعني هل أنت كصحفية وكواحدة متابعة الملف ده شايفة اللي فيه حاجة أكتر مبتكرة أكتر نقدر نحل بيها المشكلة دي؟ يعني الحقيقة هو المجتمع المدني ورجال الأعمال، هو أعتقد أنه يعني دور هذه الفئتين مهم جدا جدا في تحقيق نوع من القوى الناعمة لمصر جوه إثيوبيا. يعني مرة أخرى أو دول لا في حكاية ملف سد النهضة تحديدا، يعني الآن لا، الملف دلوقتي يعتبر بين حكومات، هو يعني ملف تفاوضي بين حكومات. أنا في تصوري أنه إحنا بحاجة لعقد قمة رئاسية عاجلة ما بين يعني رؤساء حكومات الثلاث دول أو يعني رؤساء هذه الدول، ده مهم جدا جدا في الفترة الحالية، لأنه يعني أنا كنت حاضرة في مفاوضات مثلا على مستوى الوزاري ما بين مصر والسودان وإثيوبيا، دايما بيكون الوزير المختص مش صاحب القرار الأول والأخير، فبيروح المفاوضات بيكون يعني ما بيقدرش يدي قرار، فبيقول طيب سيبوني أرجع لدولتي الأول، بيرجع لدولته بيلاقي ملفات كتير جدا قدامه، بيلاقي رفض من أنه ياخد قرار، فهو بيصل هناك للجانب الأفريقي أو
الممثلين دول حوض النيل ان في نوع من عدم الجديه من جانب مصر، وهذه الحقيقه يعني دايما هم حاسين بده، ان مصر ما فيش عدم جديه، في تقلقها من التعالي. اعتقد انه يعني الجليد بدا يذوب الان في العلاقات ما بيننا، لكن ما بين مين ومين؟ بيننا وبين دول حوض النيل، لكن يعني احنا بحاجه لان احنا نكثف اكتر. يعني حاليا رئيس الوزراء ابراهيم محلب هيكون بدا بجوله افريقيه، هيبداها بتشاد ثم تنزانيا، والشهر الجاي في غينيا الاستوائيه. هي ممكن ما تكون الجوله لا تستهدف دول حوض النيل بشكل خاص، ولكن جوله افريقيه، لكن اعتقد ان هي مهم. يعني هتكون مهمه جدا جدا، وخاصه ان هي اولى الجولات او التحركات الخارجيه لرئيس الوزراء. السؤال الاخير، كان في اقتراح سمعنا عليه من فتره، وهو ان يكون في مفوض عام لشؤون حوض النيل او مياه النيل، تمام. ويكون هو الشخص ده هو المسؤول عن الملف ده، زي ما يكون وزير مفوض لهذا الشأن، تمام. يعني مخصوص. الموضوع ده وصل لإيه وليه لم ينفذ؟ وانا شايفه اقتراح الحقيقه وجيه جدا، يعني اعتقد انه حاليا في الفتره الانتقاليه او في ظل وجود حكومه يكون انتقاليه شخصيه مش ريسبكتبل يعني ومعروفه عالميا، وحتى اقترح اسم عمرو موسى، سيد عمرو موسى في ذلك، وهو قادر بالفعل على ده، قدراته التفاوضيه ودبلوماسيته وعلاقاته الموجوده بافريقيا طبعا بشكل اساسي. يعني احنا بحاجه طبعا لده، ولكن امكانيه تنفيذه في الوقت الحالي انا اعتقد انه ده هيتوقف على رؤيه الرئيس الجديد لمصر، وانه ايه هي الشخصيه اللي ممكن ان هو يختارها لتمثيل لا، هذا بس الدور. الفكره نفسها اللي هي مطروحه على اجندتهم، ولا ما حاليا تتصوريش ان هم بيفكروا يعني فيها؟ ما يعني اعتقدش ان هي تكون مطروحه على الحكومه حاليا. يعني حاليا الحكومه بدات ان هي تشكل لجنه قانونيه لدراسه كل ما يتعلق بالموقف القانوني لمصر واتساقه مع مبادئ القانون الدولي. والحقيقه ملف القانون ده كان من اكثر الملفات المهمه جدا، اللي رغم كل مشاكل ميه النيل منذ 2007 تقريبا، بدا ما يعني لما بدا يكون في يعني نزاع او خلاف بين دول حوض النيل على اتفاقيه انتيبي مثلا، يعني فوجئنا كصحفيين بنغطي الملف انه مصر ما عندهاش خبير قانون دولي مهتم بالملف بشكل اساسي، او معني بجزء في القانون الدولي، او يعني الجزئيه دي الجزئية بالذات، الخاصة يعني بالأنهار الدولية والاتفاقيات الدولية التي يعني تنظم المسطحات المياه. المائية بالظبط، يعني دي كانت كارثة أعتقد في وجهة نظري، خاصة أن مصر دلوقتي بتعتمد على استشاري أجنبي إنجليزي هو الجنسية في يعني في كل الاستشارات القانونية بموقفها القانوني في الملف، وده طبعا يعني أنا في رأيي أن هو يعني لا يتسق مع الأمن القومي. يعني طبعا لابد أن يكون هناك خبير طبعا مصري بالأساس معني بهذا الملف، تعتمد عليه وزارة الخارجية في مواقفها وتحديد تحركاتها الدولية. أنا بشكرك جدا على المعلومات، وبتمنى أن الموضوع يبقى ليه صاحب وليه رأس كده الواحد يتكلم معاه، وكمان هو يقدر يبقى يعني ماسك الملف ده واللجنة دي والمجموعة دي، بدل ما كل واحد يتسأل يقول لا أنا ماليش دعوة، أنا معرفش. وطالما كده يبقى احنا ده بيدي على طول الرأي العام، وأشر الموضوع فشل لأنه بيرموه على بعض، كل واحد بيرميه على التاني. فياريت، أنا بعتقد أن فكرة المفوض العام لشؤون مياه النيل دي فكرة جيدة جدا، يبقى في حد بيتولى المسؤولية وهو يعني بيلم خيوط الملف كله مع بعض. بشكرك جدا أستاذة أمان، مسؤولية ملف المياه وأفريقيا بجريدة الشروق، ونهارك سعيد. شكرا ليكي. فقراتنا لسه متواصلة معاكم، راجعين بس بعد الفاصل.